معنا في الحوار، في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبدلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة كلمة حق نبولة. وسعينا للعمال تبدلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة كلمة حق نبولة. وبين العالمين احنا بين العالمين، دولتنا تبقى الأولى. اضل اضل مالك عدول اخويا، الله الليله الا تجري ولا كان تطير فرقه دي. انا اخو المشل خاط مطارق، انا اخوك السمحه، انا اجري منك انت؟ انت في ظل احنا ما بيناتنا مواعيد؟ انا اوعد الاشكال دي؟ انت ما عارف انه بيناتنا في فروق اندلوجيه وانطوراطيه؟ افضل كلام الجن ده خلينا منه، جايين متين؟ والله طبعا اضيق جناب ليش. وانتوا في البال انتوا جاهزين؟ جاهزين، جبنا الزبالة كبيناها وكبينا فيها الموية والليلة لأربع يوم. لا كان كده إن شاء الله الحياة الثانية جاهزة. أتعابك القروش؟ هاي اسمع في كلامك يا عادل. لا كان كده؟ أها باكر صفع فاطمة علي أبوها. أه تلقوني معاكم، جهزوا الشاي والزلابية. أبشر أبشر تبا دول. تمام عليكم تب. أدخل. وفي رواية أخرى أدخلي. من أنت أيها الطارق؟ نضيف. وبليوك ما شاء الله، والله حصل لك تطور في الاستراتيجيات الداخلية بتاعتك، بقيت تصفق ودوق الباب. لا ما ذوقيا كده. ذوقيا ما شاء الله ما شاء الله والله، لكن ما شاء الله يعني بقيت أقول ذوقيا. مباراتك لي نفعتك. نفعتني شنو أفضل؟ والله ما عندك خوة بتعريفه أنت. كيف الكلام ده؟ مالك في شنو؟ وبتزعل كمان في شنو؟ في شنو؟ زبالتك خمرت ولا لا يومين أفضل؟ ما بعرف ما أقول. الفول حمر ده ما صلصيني طبعا، انت ما بتعرفه. انت عارف انا كخبير استراتيجي تنقراطي في 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 البلق، كل ما الزبالة خمرت ودودت بتمسك قوي ودوركم بيجي ان شاء الله. بتاني يعني أفضل؟ مع نجيب وضعت دائرة، يعني الواحد يعمل استراتيجيات لما فوق وما تحت الزبالة، وأنا كخبير وحيد في هذه المنطقة، فإن شاء الله يعني نزعله هذا ونرد ذاك، يعني تقطع أنا والله سوي شنو ما بيجي دوركم يا أخوان. يا أفضل أدينا النجيضة. والله إن شاء الله القراش جاهزة. يا زول حصلك هناك في قريش؟ كثير والله. يا زول قروشك جاهزة؟ لا خلاص كان قروشي جاهزة. باكر صباحا بدري صباح فاطمة علي أبوها حضروا الزلابية والشاي، أنا جاي عليكم. قال لي قيمات وزلابية وشاي، خلاص بكره نحن في انتظارك. جاي زلابي. هلا زلابي، تدا سوي لي شوال من شكاره صغيرونا قد يسوي لي؟ اقول لي كم 50 لقي معتاي ده تكتك تلكون يعني والله. مرحب. اهلا استاذ سعيد، تفضل تفضل يا استاذ. ما داخل انت اخوي امور الثلاثه ورقات دي شنو؟ لا 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 يا اخي العفو يا اخي، لا ثلاثه ورقات ولا حاجه، كل الموضوع انه يعني في حقيقه انه انا مهندس الزباله الوحيد في الحله واكبر خبير بتاع بلط في المنطقه، فما عندكم حل غير تتحملوني. كونك اكبر خبير بتاع بلط في الحله ده تمسكنا من مكان الوجعة يعني؟ لا 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 عفو يا أستاذ سعيد، الله لا يجيب الوجعة يا أخي، الله لا يجيب الوجعة، كل الموضوع يعني المسؤوليات بس يعني. الله يساعد يا أخوي. يساعد الجميع إن شاء الله. ها يا أخوي لما نجي في بالك يبطع الضلط عليك النبي تذكرنا يا خبير. والله أنتو في البال والخاطر، لكن كمان الحياة فرص، يعني فرصة زي دي تاني ما بتتكرر، الواحد يرفع أسقف الطموحات شوية. ما شاء الله الله يبعد أخضيل الأجرة ذبل، العاجب عاجب والماء عاجب اللي بالزبال يشرب مويته، خبير بلط يعني. ده آخر كلامك فضيل بالهيل؟ طيب نحن بيناتنا اتفاق. عزلنا الطيط اتفاق، كنا نطيت منه نقطة من برج الفاتح، أنا نطيت. ها
اها يعني المعنى ده تستغلنا عليك نور. هاي دار استغلك وانا هذا اسوي شنو؟ كتر خيرك افضل داخل الخوه عزوري. انت ما سمعت بالمثل اللي بيقول لك اخر البليل حصاص؟ ده مثل الماني ده ما بتعرف انت. لا لا واضح والله واضح. بعدين انا صراحه يعني الزباله دي ذاتها بقت بتاثر في حالتي المعدنيه ونفسوياتي ذاتها. بعدين بتاثر علي اشراقي ووجهتي وسامتي قللت كثير. ازدهار ذاتها قال سي الشبي بتاثر على البشره. البشره شنو يا افضل؟ البشره دي احنا البشره اللي معها حشره. مالك ومال ازون انت؟ ده كلام ايديولوجي تعب تفهمه. البلوله ها خلوا في الفيه. بعدين تعالوا هنا الشغله دي ذاتها بقت ما نابعه معي. هسه كان مرطه قريشات كنت دل بعجني لها كلامك. وصلنا فضيل نتشاور ونجيك. قوم عامل ايه؟ سلام. شاورين في الامم المتحده تلفوا تلفوا وتجوا للعبد لله خبير البلط. الناس دي ما لقطها تطلع دي كمان فيها محاصصه. الله يبقى تشرب مع أرواح. الله يستر. والله يمليه يا أخوي الياسة دي يخلوها لي وداع والكلام انتهى. الياسة؟ ها؟ حرم لي السرايات عديد. والعاجبني فيه سريع وخفيف من حير والله. ها أخوي الملاغزة ما في الأدائي. أكان عندكم كلام قولوا لي عديل مليوة. في مثل الصيني بقول لك الباعك بيعوا. انت البلول أخوي. أي وده هذا وارث الشغلة دي أبا عن جد. ما زي ناس كده جايبين الشغلة دي جربندية ساي. أنا أخوك انت. أنا سوي انتو كان ده انت ضغطوني كلموني صراحة كذي. أنا ما في ذلك داري شغلنا أخوانا وقلت الرعب عديل كذي. أسمع هنا أفضل لا نضغطك لا تضغطنا. الكلام ده انتهى. انتوا وداع ده منو؟ وداع ده كتر خير سعيد جابوا لنا وسطة تمام. سعيد ان شاء الله تجيه الرابعة ضنبة. ما ندري يقطع عيشنا في الحلة يا اخي. اسمع هنا يا فضيل مع وداع ده شوف لك شغلة ثانية. والله الحلة دي مجان ما تجيبك. والله صدق المثل حقك تحت باطك وحق الناس فوق راسك. تشابي ليل في راسك تلقى حقك عيش. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة بحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم سهولة نعمل بالأمانة كلمة حق نقولها وسعينا للعمال تبكلنا في اسم سهولة نعمل بالأمانة العالمين. احنا بين العالمين دولة تفردون.